مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، زي ما انتم متابعين في هذه اللحظات احنا داخل ملعب طحنون بين محمد بالقطاره. ده ملعب الفرع اللي الاهلي بيأدي تدريبه الرئيسي والاساسي عليه استعدادا لمباراه فريق المصري، هي مباراه السوبر نتمنى التوفيق فيها لفريق النادي الاهلي. في هذه اللحظات هي اولى التدريبات لفريق النادي الاهلي في التوقيت الحالي. الاهلي بيأدي تدريباته في الساعه 6 بتوقيت الامارات، الرابعه بتوقيت القاهره، وهذا التدريب هو الاول في اماره العين، خاصه ان الفريق وصل مساء امس في ساعه متاخره، وكان الوقت ضيق جدا ما بين السفر للقاهره لابو ظبي وايضا كمان عقب مباراه القمه امام فريق نادي الزمالك. كابتن حسام البدري المدير الفني وجهازه المعاون بيقودوا تدريبات فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات. كل اللاعبين اللي اصطحبوا من الجهاز الفني في هذه المباراه لديهم استعداد كامل، الفريق بالكامل داخل ارضيه الملعب بيأدي التدريبات البدنيه. كان هناك جلسات استشفاء وريكفري لعدد من اللاعبين، تحديدا المجموعه اللي شاركت بشكل اساسي في مباراه الزمالك، وايضا بيتم تجهيز المجموعه الاخرى التي لم ينلها الحظ في المشاركه في مباراه القمه والتي فاز بها الاهلي في بثلاثيه على فريق نادي الزمالك. عبد الله السعيد متواجد في التشكيل الاساسيه، وليد ازارو ايضا متواجد. يمكن الدكتور خالد محمود طمئنا على حاله وليد ازارو انه بعد تدريب النهارده باذن الله هيتم فك الغرز، يمكن اجرى عمليه جراحيه بسيطه، يمكن عمل ثلاث غرز في وجهه نتيجه اصطدام محمد الشناوي به في مباراه الزمالك، لكن بعد التدريب باذن الله سيتم يعني فك هذه الغرز واستعداده جيد باذن الله لمباراه القمه. ايضا جونيور اجاي هناك حاله استعداد، عبد الله السعيد، اسلام محارب، محمد الشناوي حارس المرمى، سعد سمير اللي اقدر اطمنكم عليه ان الجهاز الفني سعيد جدا بمستواه وحالته البدنيه والفنيه في التدريبات خلال الفتره الاخيره. ايضا الحراس حاليا مع الكابتن طارق سليمان بيأدي تدريبات الحراس في الجزء الاخير من الملعب، والكابتن حسام البدري اليوم يعني تدريب او الجزء المسموح به بالنسبه لكل وسائل الاعلام اول 15 دقيقه من المران، لكن بعد الربع ساعه الاولى سيكون هناك تدريب مغلق، تدريب تكتيكي خاص بالفريق، خاصه وان هذا التدريب هو التدريب الرئيسي والاساسي بالنسبه لمباراه السوبر، لان غدا باذن الله الفريق سيتدرب على ملعب هزاع بن زايد وهو ملعب المباراه، وكما نعلم ليله المباراه بيكون التدريب خفيف منعا للاجهاد وخوفا من اي اصابه. غدا باذن الله ملعب المباراه ملعب هزاع بن زايد سيستضيف تدريب فريق النادي الاهلي في نفس توقيت المباراه، وجاري الاتفاق على موعد تدريب فريق النادي المصري، وبالتاكيد نعلم ان الاهلي هو صاحب الملعب لان الاهلي هو بطل الدوري بطل الكاس، فبالتالي له الاولويه في اختيار كل التوقيتات الخاصه بتدريباته او حتى اقامه مرانه على ملعب المباراه. كابتن سيد زار هذا الملعب صباح اليوم واطمأن على كل الاجراءات والترتيبات الخاصه بهذا الملعب. نادي العين الاماراتي نوجه لهم كل التحيه والتقدير لاستضافتهم لهذه المباراه هنا في اماره العين على فريق النادي الاهلي، اكثر من ملعب لفريق النادي الاهلي لاختيار اي منهما لاستضافة التدريبات. كما نعلم ان إمارة العين يوجد فيها ثلاثة ملاعب، ملعب طحنون بن محمد بالقطارة اللي احنا نتواجد فيه هنا الان، هذا الملعب كان في الامس القريب بيقام عليه التدريبات فريق نادي العين الاماراتي، لكن الملعب الاساسي قبل بناء استاد هزاع بن زايد كان استاد خليفة بن زايد وكان يسع ل 16,000 متفرج. استاد خليفة بن زايد هو كان الملعب الاساسي والرئيسي لنادي العين الاماراتي، لكن بعد بناء ملعب هزاع بن زايد والذي حصل على افضل ملعب كشكل هندسي وتصميم في السنوات الثلاثة الأخيرة أصبح هو الملعب الرئيسي لنادي العين في الفترة الأخيرة، ويؤدي تدريباته على استاد خليفة ويلعب مبارياته على استاد هزاع. استاد هزاع يسع ل 22,000 متفرج ويستضيف بإذن الله مباراة السوبر. أترككم الآن مع بعض اللقطات الحية لفريق النادي الأهلي والتدريبات الخاصة لفريق النادي الأهلي، خاصة أن خلاص الكابتن حسام داخل على المران الهام جدا، مران تكتيكي بيستعد من خلاله لمباراة المصري، ريكفري، استشفاء لعدد من اللاعبين والتركيز على مجموعة أساسية بإذن الله. نتمنى التوفيق للأهلي في هذه المباراة، وأترككم مع هذه اللقطات الحية لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين بإذن الله سيستعدون لمباراة السوبر أمام فريق النادي المصري، وكل التوفيق بإذن الله وتكون البطولة السوبر العشرة بإذن الله، والتوفيق للجهاز الفني خاصة بعد الأداء التكتيكي والمتميز والدفعة المعنوية بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل ثلاثية أهداف مقابل لا شيء.